قال الحديث أكثر عن انتهاكات الميليشيات الموالية لإيران في العراق ومحاولة تكميم الأفواه حتى وصل بطشها إلى البرلمان بعد حديثة النائب باسم خشان. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير علي عزيز. أهلا بك معنا سيد علي. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد علي. يعني عشيرة البركات تحمل مقتدى الصدر مسؤولية أي اعتداء يستهدف النائب باسم خشان، ما الذي أوصل الأمور إلى أن تخرج عشيرة لتعلن حماية أحد أفرادها وهو نائب في البرلمان؟ نعم، هذا إن دل على شيء فدل على المستوى اللي وصل الحكومة العراقية من الانحطاط، هذا المستوى اللي ما تستطيع أن تحمي مواطن عراقي بغض النظر إن كان نائب البرلمان أو كمواطن عراقي بسيط من تهديدات عصابات ميليشياوية تابعة إلى مقتدى الصدر، وهذا الشيء اللي لطالما حذرنا من عنده وكنا نحذر من عنده وكنا متصدين نحن كثوار تشرين بالأساس إلى هذا الشخص مقتدى الصدر وإلى ميليشياته التي عاشت بالعراق الفساد منذ الاحتلال الأمريكي ولحد الآن. لكن الآن نحن بصراحة متفاجئين من موقف الحكومة، ولو موقف بسيط أو رمزي، يعني حتى لو يكتفون بموقف إعلامي عبر الشاشات التلفزة أن يدينون هكذا عمل، لا سيما أنه بدأ عمل على الهواء مباشرة. يعني هو أحد أعضاء تيار قدري المعروف اللي كان اللي اسمه عدي اللي تهجم على الأخ باسم الخشان تهجم عنيف أو هدد بالضرب يعني تسريبات صوتية لمكالمة هاتفية أنه يتفاخر أنه ضربه يعني هنا نعم سيد علي، هنا نحن نتحدث عن نائب في البرلمان من المفترض أن له حصانة، من يحمي حصانته؟ لا يوجد أحد يعني الآن يحمي أي مواطن عراقي في العراق، لأننا اليوم نعيش بعالم الغاب. نحن لا نمتلك حكومة تحمي الشعب، الحكومة الموجودة في العراق هي حكومة تعمل ضد الشعب العراقي، حكومة لم تأتي، يعني احنا الآن على مر 18 سنة لم تأتي حكومة إلى العراق من أجل أن تبني للعراق، بل تأتي من أجل أن يعني تسرق أكبر ما يمكن لذاتها لعائلتها ومن ثم تغادر. ونلاحظ الآن معظم المسؤولين العراقيين الأسماء اللي كنا نسمع بهم سابقا واللي حكموا واللي توزروا الآن لا يوجد لهم ذكر، كلهم غادروا إلى أوروبا أو أمريكا من حيث أتوا. نحن لا نملك حكومة تدافع عن الشعب. الآن حتى النائب باسم خشان اليوم إذا يريد من يحميه فعليه بالتوجه إلى ثوار تشرين. اليوم العراق ما إلى حماد غير ثوار تشرين سيادة العراق. حتى نعم هناك من يقول سيد علي يعني حتى ثوار تشرين يتعرضون ليس فقط للتهديدات وإنما للقتل المباشر وللاعتقالات وغيرها من الممارسات. نعم أكيد، وهذا الشيء إحنا كثوار تشرين تعرضنا إليه منذ اليوم الأول انطلاق ثورتنا. وإحنا ما ننسى بالتحديد عصابات مقتدى الصدر ماذا فعلت بنا بساحة التحرير وبباقي سوح الانتفاضة بالفرات الأوسط والجنوب، لا سيما في النجف بالحادثة الشهيرة جرة الإذن. نحن إن نقول أن يأتي إلى ثوار تشرين يعني أن يضم صوته لصوت ثوار تشرين، لأن صوته الآن لا يحمى إلا من خلال القبة التشرينية. هذا الذي نقصده نحن الآن سيدي. نحن الآن أمام مجتمع دولي عرف جيدا أن الشعب العراقي عبر عن رأيه بثورة تشرين، وعرف جيدا أن هذا النظام هو نظام قمعي وقابع، لا سيما وأن رئيس الحكومة المؤقت الحالي مصطفى الكاظمي هو حليف استراتيجي لمقتدى الصدر، ومقتدى الصدر كذلك حليف استراتيجي لمصطفى الكاظمي، وجميعنا شركفة الأولى لثورة تشرين كيف تحالفوا من أجل أن يقتحمون ساحة التحرير، وماذا فعلت القبعات الزرق التي هي عصابات مقتدى الصدر. شيء ثاني، ماذا نترجى من رجل زعيم ميليشياوي زعيم عصابة، أول من أسس ميليشيا إرهابية طائفية قتلت العراقيين على الهوية على الانتماء، ماذا نترجى من هذا المعتوه؟ طيب سيد علي، هذه التهديدات يعني إلى أي مدى تكشف حقيقة وجدية تصريحات الكاظمي بضبط
سلاح الميليشيات والسلاح المنفلت خارج نطاق الدولة، وإلى أي مدى أيضا يعني تكشف تغول هذه الميليشيات حتى أصبحت لربما أكبر من دولة العراق؟ سيدي، الحكومة الحالية هو جزء من نظام الميليشيات، لا يوجد واحد أكبر من الثاني. الحكومة الحالية هي جزء من الميليشيات وليست الميليشيات جزء من الحكومة. يعني الآن نلاحظ وزير، يا أخي وزير الأمن الوطني اللي هو الرجل قاسم العرج ميليشياوي، ميليشياوي علنا، عيني عينك ميليشياوي ضمن قوات بدر اللي كانت تقاتل إلى جانب قوات خميني ضد الجيش العراقي الباسل في القادسية. فماذا نترجى منهم؟ يا أخي هذا إن دل على شيء، هاي الحادثة اللي صارت ويا الأخ باسم خشان إن تدل على شيء، تدل على مستوى الانحطاط اللي وصل العراق بسبب هؤلاء المعتوهين الذين أتوا مع الدبابات الأمريكية بالعام 2003. هذا نتيجة ما وصل له العراق. الآن أنا أسأل باسم الخشان، ألم يتندم لوهلة من الزمن حينما قرر أن يرشح ويكون عضوا في برلمان كهذا البرلمان الذي لا يستطيع حمايته من عصابات ميليشياوية صدرية؟ ألا يتندم الآن؟ يعني والله هي أنا بالنسبة إلي أنا ما أعرف للشخص، لكني والله خجلت على شخص عضو برلمان في العراق يهان على التلفاز وعلى الهواء مباشرة وأمام العالم أجمع، والله خجلت. نعم، إذن مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير علي عزيز، كنت ضيفا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.